فينبغي للنساء أن يتقين الله عز وجل وألا يفتن المسلمين في أمثال هذه البرامج. فالشارع جاء في أصول الشريعة أن المرأة لا ينبغي لها أن تحدث ما يجلب الأنظار ويجلب الأذهان إليها، فحرم الله تعالى عليها الصوت الذي ينادي بانتباه الناس إليها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، حتى الضرب بالرجل فيجلجل الخلخال فيلتفت الشخص إليها، فدعت إلى نفسها بالصوت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت ليجد الرجال ريحها لم ترح رائحة الجنة حتى الرائحة. وقال في الصوت في الكلام: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة التي تدخل هذه البرامج وتبتلى في النشر في تويتر وما شابهها، تتقي الله عز وجل فلا تنادي إلى نفسها لا بصورة فيها ما حرم الله مما أوجب الله تعالى عليها أن تستره، أو صورة تنادي إليها من الصور الرومانسية كما يقال اليوم في العبارات الدارجة، أو كلمات حب وغرام، أو مشاركات مع الرجال وإرسال وردة أو صورة قلب أو ما شابه ذلك. هذه تنادي على نفسها كأنها تقول للناس: التفتوا إلي، انظروا إلي. لا ينبغي المرأة أن تدخل في جدال الرجال ولا في خصوماتهم ولا في عراك المناظرات، فإنه لم يعرف على مر التاريخ أن امرأة من المسلمين انتصبت للجدال مع المخالفين أو المناظرة مع المخالفين. المرأة تدخل هذه البرامج لنشر الخير بقدر استطاعتها وبقدر ما يحل لها ولبنات جنسها، وتستفيد من أهل الخير والصلاح. وأما معارك الرجال ومواطن الاختلاط والخلوة في الخاص وما شابه ذلك، فإن هذا من المواطن المريبة التي تنادي بالشرور. ولي مقال منشور في الشبكة عنوانها الأجهزة الذكية غير ذكية، وتكلمت فيها عن الخلوة الإلكترونية، فأنصح أخواتي بالرجوع إلى هذا المقال، فإن فيه جملة من الوصايا المهمة. والأدهى من ذلك كله أيضا أن تنشر صورتها وما حرم الله عز وجل، فإن هذا مما لا يليق بالمسلمة والعياذ بالله.